السلام عليكم أصدقائي، اللي شاف الفيديو اللي قبل هذا بيعرف عن شو عم يحكي. هاي الكلبة مثل ما قلت لكم كانت عم تعلق صح؟ هلأ ما عاد تعلقت لأنه بالأساس نظفت نقطة السوبر جلو اللي كانت موجودة، فصارت تسكر مزبوط وما عاد حتى يمرق الضوء. في شغلة فيها الصوت هذا احيانا بيروح واحيانا بيجي، فبما اني مفاككها خلونا نفتحها مع بعض ماشي ونشيك عليها من جوا بما انه صارت مناسبة الحلزونة. طيروا فرقة يا مشعر، تعالوا هون سوري، هيك مبين مبين جميل جميل. بهدوء وحلزونات ايوه، في لها جوانا بدنا ننتبه، تنتبهوا على الجوان هذا الجوان كتير حلزوني مهم يعني. هذا اللي عم يطقطق هذا. طيب خلونا نشيك على الاسنان، ايوه في هون شوية مثل الصدأ صاير، اوكي هون بين عليكم، اوكي. طيب رح نعمل شغلة ننظفهم ونرجع نسكر، وهذا الصوت طلع عادي اوكي. هذا اللي على تيك تيك anyway، ما هو شيء مهم. فرشاية ونظف، وبدنا شوية شحم. شحم ولحم، ما في هون شحم بالسيارة. طيب قليلا من المنظف السحالف، واضح الحلزون نمخ هون شوي لانه في هون نابض، في شوية صدأ عليه صاير، فهذا بيعمل حماية. جميل، خلوني روح اجيب شوية شحم، رح اعمل باص للفيديو وارجع. وهي جبت الشحم، اشياء كتير مهمة. هلا مثلا الشحم شو رح يعمل؟ بما انه هي ناشفة وجافة وما فيها زيت، الزيت في شغلة، الزيت مع المدة والحرارة هي القطعة البلاستيكية بتصير هشة وبتفرط، فهي الكلبة بما انه ناشفة من جوا عمرها رح يكون طويل شوي. طبعا ما في شي ما بيخرب، والمكان اللي شفته فيه مثل الصدى، وهذا مو الصدى تقريبا، هو هذا المكان اللي دائما الكلبة بتوقف عنده لما بتكون ماشي انت، يعني مثلا سرعة 100 فالكلبة بتكون فاتحة بهالمكان وعبتعمل ادجستمنت مشان تضل على هالسرعة هاي مثلا اوكي. فهلأ الشحم راح يطول بعمره، بيعطيها شوية اريحية، المسننات بصير احتكاك اقل،
وبتصير تلبي سموز اكتر. تشارج الموبايل عشان ما يطفي. خليكم متابعين معي، نركبها سوا. وهي شارج ممتاز. الشحن مفيد، مفيد للحلزونات. نحط على هذا المحور، المحور الجليدي. اوكي، نحط كمان هنا شوي. في شوية زعزعة في زقزيق. ما في مشكلة. جميل، ممتاز. هلا فينا نرجع نسكر مثل ما فتحنا. ننتبه اهم شيء على هاد، اوكي، اللي هو الحلزون الجوان. شايفين هدول البنات اثنين؟ هدول بينزلوا هون، بينزلوا هون، مبين عليكم هنا وهنا. دول التغذية تبعيت المحرك. الدارة الإلكترونية جوا بقلب بقلب البلاستيك، تخيلوا. اوكي، يفضل انه هذا نشيله من هون ونحطه هون لانه في له مكان بالاساس. ادخل ادخل يا سنجاب، ادخل ادخل. جميل، انه جميل. فلنغلقها. اهم شيء ننتبه على البنات تبعوت المحرك انه نزلوا بمكانهم، ومنسكر ونرجع نحط الحلزونات تبعوتنا. الباقي بصير سهل. ما راح اطول عليكم الفيديو. هاي صارت حلزونية مثل الحلاوة. شايفين ما عادت علقت. لا تنسونا من الدعاء، الاشتراك. السلام عليكم.